إذا نبدأ الأخيرة من القمة الأمريكية القطرية، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتزم تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج حلف شمال الأطلسي، مانحا بذلك مكانة خاصة لحليف رئيسي في الشرق الأوسط. وجاء إعلان بايدن خلال لقائه أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في المكتب البيضاوي. من جانبه قال أمير قطر إن بلاده فخورة بالعلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة. وقال أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه سيناقش الأمن الإقليمي مع الرئيس بايدن، بالإضافة إلى الضغط من أجل حقوق متساوية للشعب الفلسطيني. تجمعنا علاقات قوية بين الولايات المتحدة وقطر ونحن فخورون بذلك. سأتحدث مع الرئيس الأمريكي بشأن مواضيع عدة تتعلق بأمن المنطقة، وستتعزز شراكتنا من خلال العمل المشترك. فخورون بما حققناه في أفغانستان وإجلاء العديد من الرعايا الأفغان، وسنتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني. وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد عقد اجتماعا مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في مقر الوزارة البنتاغون، وأعرب أوستن عن شكره لما قدمته قطر من دعم لبلاده في أفغانستان، مؤكدا أن ذلك يعزز الشراكة الدفاعية مع الدوحة. من جانبه أكد الشيخ تميم على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، واصفا إياها بالشراكة الدفاعية القوية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربي عماد الرواشدي. أهلا بك عماد. إذا قمة أمريكية قطرية، ما هي أبرز عناوينها؟ نعم، بطبيعة الحال أبرز العناوين هو موضوع الطاقة في ظل الأزمة مع روسيا بخصوص أوكرانيا. الولايات المتحدة منذ أيام تبحث إمكانية الحصول على إمدادات للغاز تغطي أي نقص قد يحصل نتيجة الضغط الروسي على أوروبا بخصوص الموقف من أوكرانيا. تتوقع الولايات المتحدة أن تقوم روسيا بتخفيض الإنتاج عن أوروبا في فصل الشتاء، ما يسبب أزمة كبيرة في أوروبا. تحاول البحث عن إمدادات بديلة، والاجتماع الذي حصل اليوم يهدف إلى مناقشة إمكانية أن تقوم قطر ب توجيه بعض من الإمدادات التي جرى الاتفاق عليها أصلا ضمن عقود طويلة الأجل، القيام بتحويل جزء من هذه الإمدادات إلى أوروبا في حال حصل خفض للإنتاج من قبل الروس. هذا أبرز الملفات الذي تريد الولايات المتحدة الاطمئنان إلى أنه قابل للتنفيذ، خصوصا وأن قطر قد وقعت اتفاقات طويلة الأجل. بالأساس قدراتها على الإنتاج المزيد من الغاز تبدو محدودة كما يقول مراقبون، بالنظر إلى أنها وصلت إلى الحد الأقصى تقريبا من الإنتاج. وبالتالي هذا الموضوع يحتاج إلى بحث من الناحية اللوجستية، وهذا ما تسعى إليه الإدارة الأمريكية اليوم. هناك أيضا مجموعة أخرى من الملفات الكبيرة، أهمها يتعلق بإيران، خصوصا وأنها تأتي بعد أيام من زيارة وزير الخارجية القطري لطهران. تعتقد واشنطن بأن قطر ربما قد تكون قادرة على لعب دور الوسيط في هذا المجال، خصوصا أن ليس هناك مفاوضات مباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين، ربما تلعب دورا وسيطا في هذا السياق قطر. أيضا الملف المتعلق بغزة، قطر كان لها دور كبير في الوساطة لوقف إطلاق النار قبل أشهر في غزة، وأيضا تعتقد واشنطن بأن من شأن قطر أن تساهم أيضا في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع. في الملف أيضا المتعلق بالحرب على اليمن، تعتقد واشنطن بأن قطر ربما تلعب دورا في التوسط مع إيران من جهة التي تدعم الحوثيين، ومع التحالف الخليجي الذي يتعرض لانتقادات كبيرة هنا في واشنطن نتيجة الحملات الجوية التي ينفذها وسقوط الضحايا المدنيين في اليمن. هذه الملفات جميعا بطبيعة الحال سيجري نقاشها اليوم. أيضا البيت الأبيض أعلن بأنه سيسمي قطر كحليف للولايات المتحدة رئيسي من خارج حلف الناتو، وهذه التسمية هي تسمية رسمية في الولايات المتحدة. هناك على الأقل 17 دولة تحظى بهذه التسمية، هي تسمية رسمية. من ضمن الدول الخليج هناك البحرين والكويت، تعتبران دولتان رئيسيتان من خارج حلف الناتو. اليوم
يبدو أن قطر ستنضم إلى مجموع هذه الدول، هذا يعطيها أفضلية على المستوى العلاقة مع البنتاغون على مستوى عقود شراء الأسلحة أو الاستفادة من الأسلحة التي تخرج من الخدمة الأمريكية. لا ننسى بأن قطر أيضا تستضيف أهم وأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، بالتالي هناك أيضا هذا الدور على المستوى الدفاعي بين قطر والولايات المتحدة، وأيضا حتى في مكافحة ما تصفه الولايات المتحدة بالإرهاب، لقطر دور كبير في هذا المجال. في أفغانستان أيضا قطر ساهمت بالاتفاق بين ترامب وبين طالبان قبل أن تنسحب الولايات المتحدة من هناك، وساهمت أيضا في إخراج على الأقل 60,000 شخص من أفغانستان بعد أن تسبب الانسحاب الأمريكي بحالة كبيرة من الإرباك والانتقادات داخل التحالف الديمقراطي على يسار التحالف الديمقراطي لبايدن، وأيضا انتقادات من الجمهوريين باعتباره انسحابا غير مدروس وباعتباره كان فوضويا إلى حد بعيد. ساهمت قطر من خلال استضافة اللاجئين من أفغانستان وتيسير خروج الأمريكيين أيضا من أفغانستان، ساهمت بدور كبير من وجهة نظر واشنطن، وبالتالي الاعتماد عليها فيما يبدو يتزايد في المنطقة في هذا المجال. شكرا لك على كل هذه التفاصيل من واشنطن، المراسل العربي عماد الرواشدي. لقراءة أوسع وتحليل في هذه القمة ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة جابر الحرمي الكاتب الصحفي. أهلا بك سيد جابر. إذا قمة أمريكية قطرية والحديث عن عدة قضايا مشتركة بين البلدين، في أي سياق يمكن وضع هذه القمة الآن وأهميتها وبعدها أيضا؟ أعتقد أن هذه القمة تحمل مؤشرات ورسائل متعددة، إن كان ذلك في بعدها الثنائي بين الولايات المتحدة الأمريكية ودولة قطر، أو إن كان ذلك على صعيد التطورات في الإقليم وعلى المستوى الدولي. اليوم أمير قطر يتواجد في البيت الأبيض كأول زعيم خليجي يلتقي مع بايدن منذ توليه السلطة قبل ما يقارب من عام. هناك ملفات متعددة من المؤكد سوف تطرح، ربما أشار إليها أمير قطر أن القضية الفلسطينية هي واحدة من القضايا التي توليها القيادة القطرية اهتماما خاصا على مختلف الأصعدة، سواء كان في اللقاءات الثنائية التي تجريها القيادة القطرية أو من خلال القمم والاجتماعات في المحافل الدولية، ما يتعلق في أيضا الأزمات في الإقليم المتعددة سوف تحظى باهتمام، وقطر لديها علاقات مع هذه الأطراف يمكن أن تلعب أدوارا إيجابية. ربما واحدة من هذه الملفات أو هذه الأزمات ما يتعلق بالنووي الإيراني، هذا الملف الذي بات مزعجا لكثير من الأطراف ليس فقط في الإقليم إنما على صعيد الدولي. رأينا زيارات متبادلة بين الدوحة وطهران خلال الأيام الماضية، هي سوف تنعكس في ربما المباحثات بين الشيخ تميم والرئيس الأمريكي. هناك طيب يعني دور قطر سيد جابر في هذه الملفات التي ذكرتها وغيرها هو دور محوري، دور إيجابي ودور وساطة باعتبار يعني توافقها مع أغلب الأطراف. هذه القمة وأيضا تصريح جو بايدن وحديثه بأنه سيصنف دولة قطر رسميا كحليف الولايات المتحدة إلى جانب حلف الأطلسي، هذه النقطة ما الذي ستضيفه وكيف ستنعكس على ملفات المنطقة؟ هذا يؤكد الدور المحوري الذي تلعبه قطر في المنطقة. هذا الدور أثبت نجاعته وكفاءته، وأثبتت قطر مصداقية وثقة المجتمع الدولي في عدد من الملفات. ربما في القضية الأفغانية هي واحدة من الملفات البارزة التي حظيت بإشادة من جميع الأطراف وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، التي أرسلت في سبتمبر الماضي وزيرين في نفس الوقت لتقديم الشكر لأمير قطر، كان وزير الدفاع ووزير الخارجية، الذي
اللذين أتيا إلى الدوحة لتقديم هذا الشكر. اليوم عندما أعلن الرئيس الأمريكي بجعل قطر حليف رئيسي خارج حلف الناتو، يؤكد على هذه الشراكة وهذه الثقة التي توليها الولايات المتحدة الأمريكية وبالأدوار الإيجابية التي تقوم بها قطر في إحلال الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. طيب، إلى جانب كل هذه الأدوار، موضوع الطاقة ربما كان من أحد أبرز العناوين في هذه القمة، والبحث الأمريكي عن بديل للغاز الروسي والتوجه إلى قطر في هذا الإطار، كيف ترى الأرضية لذلك؟ أولا أؤكد أن قطر لديها علاقات على مسافة واحدة مع جميع الأطراف. الأمر الآخر، قطر ملتزمة باتفاقياتها مع جميع شركائها والذين لديهم تعاقدات طويلة الأجل. قطر طبعا لاعب أساسي ومهم في سوق الطاقة، وتحديدا ما يتعلق بالغاز، تعد أكبر مصدر في هذا الصعيد. لديها مشاريع تطويرية لحقول الغاز التي تمتلكها. انطلقت هذه المشاريع وبدأت بالفعل، وحجم الإنتاج أيضا تصاعد. قبل سنوات كان 77 مليون طن سنويا، اليوم في نهاية 2001 وصل إلى ما يقارب من 84 مليون طن. لديها مشاريع توسعة أيضا تصل الطاقة الإنتاجية إلى 126 مليون بحلول عام 2026. وبالتالي اليوم عندما يتم الحديث عن إمدادات طاقة وأهميتها خاصة في هذه الظروف وفي هذه الأجواء وفي موسم الشتاء، من المؤكد أن قطر سوف تتصدر الوجهات التي يتم التشاور معها، يتم الاستعانة بها، يتم أيضا الاستماع إلى رأيها حيال هذا الملف المهم الذي يشكل عنصر أساسي ليس فقط لأوروبا، إنما بات يشكل عنصر أساسي لمختلف قارات العالم، خاصة الجانب أو آسيا التي تحظى بنمو كبير وفي الطلب على الطاقة بشكل كبير. اليوم بايدن سوف يستمع من أمير قطر لرأيه حيال هذه القضية وحيال حضور أيضا قطر على هذا طيب. على هذا الصعيد وفي هذا الملف. على يعني الجانب الآخر، أمير دولة قطر أكد بأنه سيبحث مع الرئيس الأمريكي أيضا موضوع الأمن الإقليمي الذي تحدثنا عنه وحقوق الشعب الفلسطيني، ومعروف يعني الدور القطري في الوساطة الأخيرة في غزة. إلى أين يمكن أن تصل قطر في هذا الطرح والدعم الذي يمكن أن تقدمه للشعب الفلسطيني؟ قطر تؤكد دائما دعمها ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل مناسبة وفي كل حدث، سواء كان في الداخل الفلسطيني أو ما يتعلق بدعم قطاع غزة والمضي في مشاريع تنموية داخل غزة، وربما مشروع إمداد أيضا الطاقة في غزة واحد من المشاريع. ولكن أقصد سيد جابر عذرا، أقصد من خلال يعني علاقتها الاستراتيجية المتطورة الآن مع واشنطن. اليوم أمير قطر أشار إلى أهمية إعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه. هناك اعتداءات وهناك مماطلة وهناك رفض من قبل الكيان الإسرائيلي حيال القضية الفلسطينية وعدم منحه الحقوق التي نصت عليها حتى الاتفاقيات الدولية ونصت عليها حتى اتفاقيات أوسلو وما تلاها. اليوم المساعي الاستيطانية الإسرائيلية ومساعي التهويد وحجم الاعتداءات التي تتعرض لها في هذه الأيام الداخل الفلسطيني والشعب الفلسطيني
سواء كان حي الشيخ جراح، سواء كان النقب وغيرها من هذه المناطق، تتطلب أن تنقل هذه القضية إلى الإدارة الأمريكية بصورة حقيقية وتعرض عليها، ويتم التأكيد على أنه لن يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط طالما أن الشعب الفلسطيني لم يأخذ حقوقه. شكرا لك على هذه المشاركة معنا عبر الهاتف من الدوحة، جابر الحرمي الكاتب الصحفي.